السلام عليكم، مرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم نقدمو مع بعضياتنا هاد جوج سلطات، وحده ميديترانيا بالعدس كامله متكامله، والثانيه بالجامبا. يلا هو معنا تشوفوا كيفاش حضرناهم. وجينا عاوتاني بواحد السلطات صحيين متكاملين للغداء او للعشاء، بغيت نشاركهم معكم حبيبتي احبائي. دونك السلطه الاولى غادي تكون سلطه ديال الجامبا ولا سلطه. شنو غادي نحتاج لها انتما؟ انا عندي هنايا واحد شويه ديال الكروم، عندي هنايا ليتشوغا الشلاضه الخضراء، وعندي كانونينوس، وعندي نص اواكاتي نص افوكا، وعندي واحد 250 غرام 300 غرام ديال الجامبا اللي غادي نسوقيو دابا في المقيله، وشويه ديال الزيتون للتزيين. وباش غادي نديرو لا فيناغريتا غادي نديروها بزويته بلديه والحامض ومليحه وشويه البزار. كانونينوس البنات هما هادو، هذه واحد لاصاله كتجي واجده مخلطه بين دوو، كتكون كانونينوس وبروكولا، هما هادو يجيو على هذا الشكل، هادو كيكونوا صحيين بزاف، عامرين بلي مينيرو وبلا بروتيين حتى هما، وصحيين بزاف في الاكل. دونك غادي اول حاجه غادي ندير غادي نصوطي دغيا دغيا، غادي ندير نصوطي هذه الجامبا لانها ديجا طايبه، نقيتها هانتوما. غادي نسوطيها في شويه الثومه شويه البزار والملحه وزويته بلديه. انا نقيتها حيت لها الراس وحيت لها العظام او لا القشره. دونك سهله مهله هاد الشلاطه ومغذيه في نفس الوقت. ودابا الصيف راه تبارك الله بنادم كيتشهى بزاف لي سلطات اكثر من الاكل. غير شويه البزار وندير شويه مليحه، عاد غادي نزيدو الملحه في لاصالات ديالنا، وغادي ندير نحف واحد التويمه صغيره باش تعطي الرويحه كتواتا، عفوا كتواتا مع البنات. هانتوما خديت داك النهار هادو ديال لي سيليكون، ها هما بغيت نتقاسمهم معكم. خديت هاد المعلقه حتى هي من لا مارك برا، وخديت هادي، خديت هادي حتى هي سيليكون كامله ولكن كاليتي مزيانه، وخديت هادي باش نكونو كنقلبو مثلا حاجه سخونه حتى هادي ندزو بيها، وخديت هذا واش كيبان لكم هانتوما راني دايره فيها هانتوما، كيجي هكا على هاد الشكل، يجي زوينه في المنظر وصحي اكثر احسن بين قوسين. صافي غادي نستمر هنايا نصوطي هادو، غادي نجهدهم نصوطيهم هنا في شويه زويته بلديه باش ياخذوا لنا شويه ديال النسمه، وندوزو نقدموا لا سلطه ديالنا سهله مهله. غادي نعصر هاد الحامضه باش نوجد لا فينيغريتا. Thank you.
دونك السلطه ديالنا غادي نجهزوها ساهله ماهله. غادي نخلطو هنا كانونينوس مع ليتشوفا ومع الكروم. انا كيعجبني الكروم، الكروم او الملفوف كي كتقولوا له. غادي ندير حبيبات من الزيتون، سلطة منعشة مغذية وصحية. بغيتو تزيدوا اي حاجة من الخضر، مثلا الفلافل، البصلة، المطيشة، المايس، اللي بغيتو. انا كتعجبني بهذه الطريقة، خاصة الا كان الواحد كيتبع شي كيمياء ما باغيش ياكل بزاف، ياكل صحي. كنشوفها ممتازه. غادي نقطع عندنا لافوكا، نحيدو هذا غادي نديرو لا فيناغريت من الفوق. هنا ها انتما درت هنا زويته بلديه، شويه البزار، شويه الحامض، نص حامضه. وهذه هي لا بروميير سالاد ديالنا. نتمنى تعجبكم، الى عجبتكم شيروا لها بلايك. ودابا ننتقلوا للسلطه الثانيه. السلطه الثانيه احبائي اللي غادي نقدم معكم نشاركها معكم هي سلطه ميديترانية. شنو كنحتاجوا لها؟ كنحتاجوا هنا واحد 150 غرام ديال العدس مسلوق. هانتوما بغيتو تاخدو ديال البوطي ولا تسلقوه نص طيبه، ها هو. غادي نحتاجو واحد الحفينه ديال لي كورنيشون، ربيع ديال الفكوس مقطع اولا الخيار، نص مطيشه، فلفله حمراء واحد الربيع، وزيتون خضر. وعندي هنا الليتشوغا مقطعه صغيره، كانونينوس، وعندي هنا البصله واحد نص بصله، عندي شويه د المايس، وعندي كيسو فيتا. هذه سلطة غنية حتى هي، يمكن لنا ناكلوها كطبق رئيسي للغداء او للعشاء، صحية 100%. العدس غني عن التعريف بالمكونات ديالو، الفوائد ديالو، كذلك لي فيجيتال، وخاصة الفلفلة الحمراء اللي غنية بالفيتامين سي، خاصة حيت كناكلوها خضراء، كتساعدنا باش ناسيميليو لي فيتامين فلوكور ديالنا. دونك طريقة التحضير ساهلة مهلة جدا. هانتوما غادي تشوفوها معايا. ناخد الطبق بطبيعه الحال، نديرو في هذا البول، غادي ندير الاول لاصالاد، نزيد هنا الشوفا، غادي نزيد البصله، نزيدو كاع المقادير، الكورنيشون، الخيار، نزيدو المايس، وغادي نزيدو العدس. العدس هو المكون الرئيسي. بغيتو ديرو الحمص، بغيتو ديرو الالوبيا حتى هي. هاد لي سلطة البنات في الصيف راه اش غادي نقولكم، حنايا بعدا معتمدين عندنا، اولا ساهلين في التحضير، ثانيا منعشين، وثالثا مغذيين وعامرين طاقه. غادي نبدل البول، ندير واحد كبير باش نخلطو، نزيدو الكيسو فيتا ونزيدو لا فينيغريت. غادي نزيد الكيسو فيتا، وغادي ندير لا فينيغريت.
ديال التقديم، او غادي نحط لاصالاط ديالي. ما تقولوليش البنات بانها ماشي رائعه هاد لاصالاط، كامله متكامله. بغيتو تزيدوا لافوكا زيدوا، انا غادي نزيد واحد الحاجه كتعجبنا مع لاصالاط غادي نوريها لكم. هاد لي بيتي توست هانتوما كيديرهم بزيت البلديه، وهادو فيهم الزرارع وسميتهم بيباس، هادو فيهم الزريعه ومديرهم بزيت البلديه، كيجيو على هاد الشكل كروستيون. نديروهم في لاصالاط ديالنا باش تجي لاصالاط ديالنا كامله متكامله وكروستيون. ما نحتاجوش شي حاجه اخرى، عصير اولا كاس د الماء اولا كاس ديال الوالماس. هانتوما وهانتوما ها لاصالاط ديالنا، غزاله رائعه مشبعه وغنيه، وخاصه في هذا الصيف. الى عجبكم الفيديو ديروا له لايك واشتركوا في القناه ديالنا، نكونوا شاكرينكم بزاف. وهو هذا حبيبتي، تهلاو ليا فراسكم، مع السلامه.